في مكان مثالي. أنس سنيتي يستلم هذه الكرة، هذه التسديدة، هذا هو الاستلام، وهذه التسديدة الجميلة حافظي، وكرة وانطلاقة من زهير الواصلي. زهير يا زهير، المباراة على كف عفريت، المباراة خدوهات، المباراة مدو وجزر، المباراة 1-2، وكرة أو جول يا سلام يا سلام يا سلام. اسألوهم من هز شباكهم، اسألوهم سيجيبون. نحن لا نعرف له اسما ولا صورة ولا لونا ولا دقة ولا قوة. آه يا مبينجي، آه سامسون مبينجي يمضي أول أهداف هذه المباراة، أول أهداف هذه القمة. يا سلام يا سلام يا سلام، ماذا فعلت، ماذا فعلت بشباكهم يا سامسون؟ بأي تسديد انطلقت من أقدامك يا مبينج؟ كرة الهدف الأول في المباراة لفريق الرجاء، يوسف الجلالي وعبد الإله فتحي. الفرحة عارمة في كل زوايا ملعب مراكش، في كل زوايا وأقطاب مدينة